أثر مواصلة البرنامج الوطني اللي كتشتغل عليه الوزارة والمتعلق ببناء المحاكم الجديدة وتأهيل وتوسعة المحاكم الموجودة اليوم بمدينة اليوسفية. نقوم بحضور السيد العامل اليوسفية والسادة المسؤولين القضائيين والسيد النقيب بتدشين البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية والبناية الجديدة أيضا لقسم قضاء الأسرة، وهو مشروع كلف الوزارة حوالي 44 مليون ديال الدرهم، ويتضمن العديد من المكاتب والفضاءات والقاعات ديال الجلسات والقاعات ديال الاجتماعات والعديد ديال المرافق والمكاتب الأمامية أيضا التي تجعل السيدات والسادة القضاة يشتغلون في ظروف أرياح تمكنهم من تحقيق مزيد من النجاعة القضائية، وكذلك تمكننا من استقبال المرتفقين والمتقاضين في أفضل الشروط. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه. اليوم تعيش نعرف على مستوى مدينة اليوسفية حدثا مهما. هذا الحدث يتعلق بتدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية باليوسفية وقسم قضاء الأسرة. لماذا قلت حدث مهم؟
بالنظر إلى أنه ما ننتظره من خلال النظرة الاستشرافية أكيد بالعمل مع السادة القضاة والسادة الموظفين وكذلك مع السادة المحامون التعاون معهم في هذا الإطار المفوض القضائيون والعدول وكافة المتدخلين في حلقة إنتاج العدالة، ما ننتظره بما يوفره هذا الفضاء هو إنتاج عدالة رصينة، عدالة في مستوى تطلعات المواطن. إن شاء الله سوف نقوم باستثمار ما تتيحه هذه المحكمة من خلال يعني القاعات الجلسات المتعددة كما قلت. أساسا المكاتب الأمامية كما شاهدتم في التعيين أن المكاتب الأمامية يعني بالنسبة للمكاتب الأمامية ادخرنا معها يعني الوقت فأصبحت تنجز الإجراءات في ظرف وجيز في وقت وجيز، لا يضطر المواطن إلى الولوج إلى المكاتب الداخلية بالنظر إلى أن الإجراءات تسلم بشكل سريع على مستوى المكاتب الأمامية. حاليا نشتغل على إيجاد مكاتب أخرى هي مكاتب حلقة الوصل بين المكاتب الأمامية والمكاتب الداخلية لنقوم بإعداد الدعوة وإعداد البيانات الأساسية حتى يتسلمها القاضي وسيد المكلف من طرف كتاب الضبط يعني شبه جاهزة من حيث البيانات الرقمية في هذا الإطار. الجديد على مستوى المحكمة الابتدائية باليوسفية هو أننا أحدثنا خلية هي خلية مهمة بالنسبة لي تعتبر الدعامة الأساسية بالنسبة للخلية، هذه الخلية متعلقة سمينا بخلية رفع المردودية القضائية، كل شعبة وكل قسم وكل مكتب كان مثلا يعرف يعني امورا معينه يتعين ان نحركها او ان نسرع وتيره البت فيها او ان نجهزها مثلا سواء بالنسبه للتنفيذ الجري او بالنسبه للارشيف او بالنسبه للمكتب الجنحي او تسريع كذلك اعداد ارضيات الوقائع بالنسبه للساده القضاة، هذه الخليه سوف يكون وتكون مهمتها هي تسريع اكيد العمل على مستوى كل شعبه على حده. الأمل كبير إن شاء الله أننا سوف نسير قدما، حاليا الحمد لله بانتقالنا إلى المحكمة الابتدائية باليوسفية قد تمكننا من الحمد لله من تجاوز يعني مراحل مهمة في هذا الإطار. سوف المستقبل إن شاء الله نعول على يعني معرفة الزمن الممكن وأقصى ما يمكن من حيث تقليص الزمن حتى يتسلم المواطن إجراءاته في أقصى وقت ممكن. بالنسبة للمحكمة حاليا هناك غرف مشورة، غرف بحوث اجتماعية، غرف بحوث مدنية، كذلك تم تقسيم يعني بالنسبة لقضايا الزواج هناك كذلك مكاتب خاصة بقضايا الزواج، الأجنحة كلها متميزة. لا أنسى أن أشير إلى التجربة حاليا بالتنسيق مع السيد مع وزارة مع مديرية التجهيز أننا حاليا نتوفر على الفضاء الأزرق، الفضاء الذي سوف يستقبل الأطفال حتى نحافظ على 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 يعني على توازنهم وعلى استقرارهم الاجتماعي حتى لا يحضر الأطفال مثلا بالنسبة للنزاعات الأسرية المتعلقة على مستوى مثلا بين الأب والأم. المساعدة الاجتماعية تستقبل الطفل إلى غاية أن يتم استكمال إجراءات أو حضور الدعوة من طرف والدي الطفل. الحمد لله أملنا كبير في المستقبل وإن شاء الله سوف نعول على أننا سوف يتم عقد ندوات، آمل من الله تعالى أن يرفع عنا هذا البلاء في القريب العاجل حتى نتمكن من جعل كما قال السيد الرئيس المنتدب رئيس منتدب مجلس أعلى السلطة القضائية من جعل فضاء المحكمة فضاء للمعرفة، فضاء لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان وثقافة العدالة، والقادم أفضل إن شاء الله حتى نكون عند حسن ظني صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وشكرا لكم.